بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من محاضرات مادة تطبيقات الحاسب الآلي. النهاردة هنتكلم عن Introduction to Programming. طبعا دي المحاضرة التالتة. احنا طبعا ماشيين طبقا لاحتياجات الكورس، فبالتالي احنا دلوقتي يعني تلقينا شوية استفسارات من بعض الزملاء ان هم ما عندهمش اي خبرة عن Programming من الاساس. فدلوقتي النهاردة احنا بنوجه محاضرة ليهم، Introduction to Programming وتحديدا Object Oriented Programming. تعال نشوف البداية التوبكس بتاعتنا النهاردة. Why use OOP اللي هو Object Oriented Programming. التوبك التاني Building Blocks of OOP. بعد كده هنتعلم مفهوم Classes، مفهوم Objects، وبعد كده هنجاوب على سؤال What is OOP، وبعد كده هنتكلم عن OOP Concepts، من ضمنها طبعا الابستراكشن، انكابسوليشن، انهيرتنس، بوليومورفيزم. وبعد كده نتكلم عن الادفانتجز والديس ادفانتجز اوف او او بي طبعا، وبعد كده هنشوف الكونكلوجن. الاول هنتكلم عن واي يوز او او بي. هنشوف ليه اوبجكت اورينتد بروجرامينج او 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 بي از وان اوف ذا موست وايدلي يوزد بروجرامينج باراديجم. خلي بالكم احنا يمكن كنا زمان بنتكلم عن structured programming، او كنا بنتكلم عن procedural programming، يعني او يعني تقدر تقول التعليمات اللي احنا كنا بنلقيها الى الحاسب كانت بتبقى في صورة series او بتبقى في صورة script. المشكلة كانت بتظهر لما كان الكود ده بنحتاج ان احنا نستدعيه تاني، فمش معقول هنكتب الكود تاني. زمان كنا بنضطر ان احنا نكتبه لايام القصة بتاعت الماشين لانجوج والكلام ده كله. فروحنا اخترعنا القصة بتاعت السبس سب، انك انت تروح تقول له جو سب او روح نفس كود مثلا ورجع تاني. بعد كده طلعنا بمفهوم حاجة تاني اسمها الفانكشن. السب ما لهوش ريترن، يعني كان بيروح ويرجع من غير ما كان يجيب مع، يعني ما لهوش ما قدرش اخزن الناتج بتاع السب. طبعا الفانكشن كان بيبقى لها ريترن، الفانكشن كان بيبقى لها فاليو، ممكن ان انا اديها فاليو. الخلاصة بقى عندنا سب وبقى عندنا فانكشن. بعد شوية تاني بقى طلعت اللغات يعني دعت الحاجة ان انا يعني ابرمج حاجات معقدة اكتر، فكان لازم اخترع اسلوب جديد بحيث ان انا ما عودش اكتب الكود من جديد. فطلع هنا المبدأ بتاع OOP، ان انا ببرمج ان انا اخلق حاجة اسمها الكائن او حاجة اسمها الاوبجكت. Why is it extensively used؟ ده سؤال مهم جدا. ليه هي يعني أصبحت منتشرة وأصبحت يعني استخدامها أصبح واسع جدا جدا جدا. طبعا زي ما قلت لك well cited for building trivial and complex applications. زي ما أنا قلت لك تقدر تعمل تطبيقات أكثر تعقيدا معقدة، أصبح بسهولة جدا إن أنا أقدر أبرمج تطبيقات معقدة نتيجة الحقيقة السهولة في البرمجة، وطبعا هنشوف إزاي. Allow reuse of code thereby increasing productivity. يعني خلي بالكم هو هنا بيتكلم عن زيادة productivity اللي هو ان اليوزر يقدر ينتج software كتير، وزي ما قلت لك طبعا ده نتيجة سهولة البرمجة زي ما انا قلت لك قبلها. New features can be easily built into existing code. شفت ازاي؟ يعني انت كمان تقدر تحط ملامح جديدة، تقدر انك انت تبني بيها يعني باستخدام كود موجود من الاساس. يعني بدل ما اروح اكتب كود من الصفر، لا، لو انت معاك الكود ده موجود اقدر ان انا استدعيه بشكل معين، وبالتالي اقدر اضيف فيتشرز جديده عليه. على فكره الطريقه دي اسمها الراد، رابيد ابلكيشن ديفلوبمنت، بس طبعا احنا قدام شويه هنتكلم عن القصه دي، على ان الراد هي احد انتاج الاو او بي، احد نتاج الاو او بي. يعني اصبح الواحد يقدر يشتغل بطريقه الراد او رابيد ابلكيشن ديفلوبمنت بناء على هذا المبدا. نقطة اللي بعد كده بسيدو برودكشن، اسف، ريديوست برودكشن كوست اند مينتنس كوست. شفت ازاي بنقص تكلفة الانتاج وكمان تكلفة الصيانة. زي ما انا قلت لك اصبح الكود سهل، فاقدر اعمل تريسنج لاي باجز موجودة في الكود بتاعي او حاجة زي كده. كومن لانجويج، كومن بروجرامينج لانجويج يوزد فور او بي انكلودينج سي بلس بلس، جافا اند سي شارب. خلي بالكم الفيجوال بيزك الحقيقة مش فولي اوبجكت اورينتد. بعض الزملاء كانوا بيتكلموا
يعني على القصه بتاعت الفيجوال بيزك. انا بقولك انا ما بتكلمش على في بي دوت نت، الفي بي دوت نت زيه زي السي شارب بالظبط، انما انا هنا بتكلم عن فيجوال بيزك 6 اللي هو كان اوسع انتشارا وما قبله. طيب التوبيك اللي بعد كده بيلدينج بلوكس اوف او بي، وتحديدا هنتكلم عن الكلاسز وعن الاوبجكتس. تعال نشوف اوبجكت. خلي بالكم يعني ايه كلمه، يعني ايه كلمه اوبجكت؟ خلي بالكم اسمها مودلز، مودلز 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 ايه يعني؟ خلي بالكم ها اريال تايم وورلد اوبجكت، مثال زي كده ايه كمبيوتر بوكس. وفي عندنا كونسبت لها اكزامبل ميتنج انترفيو، وعندنا بروسيس سورتنج ستاك اوف بيبرز or comparing two computers to measure their performance. Classes طبعا class prototype or blueprint from which objects are created. عاوزين نفهم النقطة دي قبل أي حاجة عشان خاطر بس ما باش عندنا كلام مبهم. هنتكلم عن الإنسان. الإنسان خلي بالكم موضوع الأوبجكت موضوع الكلاس نسبي، يعني في بعض الحالات بيكون الكلاس اوبجكت زي ما قلت لك تبقى للمشكله اللي انا فيها. تعالوا نشوف. لو انا جيت قلت لك انواع الكائنات الحيه، انواع الكائنات الحيه من ضمنها ها انسان حيوان مثلا نبات كذا، اذا انا دلوقتي هعتبر ان الانسان ده كلاس. طيب احمد محمد ومصطفى معايا ومنى وناديه والكلام ده كله، ايه دول؟ لو انت اعتبرت ان الانسان كلاس اذا احمد وكذا والاسامي اللي انا قلتها دي كلها تعتبر اوبجكتس. طب انا هسال سؤال، الكلاس يعتبر ايه؟ زي ما قلت لك بروتوتايب اور بلو برنت، نسخه اسف اصل او جذر، او جذر نسخه اصيله. وبعدين يوم ما بقول احمد او كذا او كذا او كذا ومحمد او كذا او كذا او كذا ده بيعتبر انستنس او اوبجكت. اذا معنى كده انا اقدر اعرف ان الاوبجكت موديل او انستنس فروم ذا كلاس. طب انا هسال سؤال، لو انا دلوقتي مثلا لو انا مش عاوز اعتبر ان ان الانسان ده كلاس، في بعض بروبلمز مثلا خلي بالكم بروبلم اللي فات كان فيها ان الانسان ده يعتبر كلاس. طب هل في مثل ممكن اضربه على ان الانسان ممكن يعتبر اوبجكت مش كلاس؟ اه طبعا، لو انا بدرس الكون وعاوز اشوف ايه الحاجات الموجوده في الكون، هتقول لي الجماد وتقول لي مش عارف ايه وكذا وكذا، اذا معنى كده في الحاله دي هيبقى الانسان اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ها الاكزيستد او الاكزيستنج ها الاكزيستنجز او الحاجات اللي هي موجوده في الكون. الحاجات الموجوده في الكون في الحاله دي يبقى الانسان اوبجكت منها، اوبجكت منها. طيب عاوز مثال تاني، لو انا قلت مثلا انواع المركبات، كلمه مركبه هتعتبر كلاس. طب لو انا قلت عربيه، ده اوبجكت من الكلاس اللي اسمه مركبات. شفت ازاي؟ طب لو انا هدرس حاجات اكثر تفصيلا وليكن مثلا عربيات الدفع الرباعي، ده كده هتعتبر العربيه او اللي هتعتبر العربيه دي حد مش اوبجكت، هتبقى كلاس. مش ازاي؟ مش كده؟ اذا معنى كده ان القصه بتاعت كلاس والاوبجكت ده نعرف ان هي نسبي. وقبل ما ابدا الكورس بتاع سي شارب ان شاء الله عاوزك تفهم الكلام اللي انا هقوله. اكبر حاجه اسمها سوليوشن. اتفقنا تحت السوليوشن في حاجه اسمها سيرفيس، خدمه. تحت السيرفيس يعني معنى كده هو السوليوشن مجموعه من الخدمات. معايا؟ مجموعه من الخدمات يبقى ها السوليوشن او يعني الحل بيعتبر. طبعا هنا كلمه حل كلمه عامه يمكن تجزئتها، انما انا بتكلم على المعنى الاكبر لكلمه سوليوشن. كلمة solution معناها انها تتكون من مجموعة من الخدمات. طيب مثلا زي خدمة التواصل، مثلا تواصل عن طريق التليفون عن طريق الايميل عن طريق اي وسيلة، ها دي تعتبر خدمة مش كده؟
طيب خلاص، يبقى انا كده عرفت ها ان الحال يتكون من مجموعه من الخدمات. طيب يبقى انا يبقى انا زي ما بقول لك خدمه ها الحل، قصدي الحل هو مثلا التواصل، تحتيه تواصل صوتي، تواصل فيديو، تواصل كذا، مش كده، تواصل عن طريق الفونز، دي اسمها خدمات، كل واحده من دول خدمه، خدمه الميل، خدمه التليفون، كذا كذا. طيب تمام، كل خدمه تتكون من حاجه اسمها ها كومبوننتس. يبقى السيرفيس الخدمه ها كونسيست اوف اي اوف اي سيريز اور مثلا انتر كونكتد ها كومبوننتس، حاجه اسمها ها المركبات كومبوننتس. طب والكومبوننتس، اسمع بقى الكلمه الجايه، كومبوننتس تتركب من سيريز اوف كلاسز، تتكون مجموعه من الكلاسات. طب والكلاسات في ليها جزء زي ما انا قلت لك، ممكن الكلاسات ممكن يطلع منها اوبجكتس، شفت ازاي؟ طيب مش خاطر بس نبقى احنا واضحين مع بعض، كلمه اوبجكت انا عارف الكلام ده مش موجود في السلايد، اوبجكت هي التانية كمان بتتفتت، تتفتت الى ثلاث حاجات، ركز معايا الكلام ده احنا هنشوفه بالتفصيل لما ناخد السي شارب ان شاء الله. الاوبجكت هو التاني بيتركب من ثلاث حاجات، اول حاجه حاجه اسمها بروبرتيز، خصائص. يعني مثلا لو انت قلت عندك صوره في التطبيق بتاعك، والله الخلفيه بتاعتها شكلها عامل ازاي، ريزوليوشن، الحاجات دي كلها اسمها ايه، اسمها الحاجات دي كلها اسمها بروبرتيز، خصائص. في حاجه تانية، حاجه اسمها ميثودز. ميثودز ايه الميثودز؟ اسمها الطرق. طيب الميثودز حاجات بيعملها الاوبجكت، الاوبجكت فيها هو الفاعل. يعني مثلا اذا كانت الصوره هتختفي، لما تختفي الصوره عاوز حاجه تحصل، او لما الصوره يتم ادخالها عاوز صوت يطلع، دي اسمها ميثود، فهمتني؟ اسمها ميثود. طيب كويس جدا، يبقى الميثود فعل بيتم بواسطه الاوبجكت. طيب في فعل بيتم مع الاوبجكت زي ايه؟ دي حاجه اسمها الايفنتس. زي ايه؟ واحد بيدوس كليك على الصوره، مين اللي داس كليك؟ ده اليوزر، ولا الصوره اللي عملت، ولا الصوره هي اللي عملت كليك؟ لا، لو الصوره هي اللي عملت كليك يبقى اسمها ميثود، انما لو الصوره اتعمل عليها كليك هيبقى اسمها ايفنتس. اذا معنى كده ان الاوبجكت يتفتت الى ثلاث حاجات، بروبرتيز، ميثودز، ايفنتس. اوكي، انا بس حبيت اقولها دلوقتي عشان يبقى الكورس واضح وصريح. يبقى تاني الهرم بتاعنا من فوق خالص، اول حاجه قصدي اسف من القاعده بتاعته تعتبر ايه ها، زي سامع بتتكلم صح، زي ما انا قلت قبل كده حاجه اسمها سوليوشن، بعدها سيرفيسز خدمات، بعد وتحت الخدمات كومبوننتس، تحت الكومبوننتس كلاسز، تحت الكلاسز اوبجكتس، وتحت الاوبجكتس يتفرع الى ثلاث حاجات، بروبرتيز، ميثودز، ايفنتس. ماشي كده لخصت لك الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، بس طبعا في شويه تفاصيل كتير جدا عاوزين نعرفها. الكلاس زي ما قلت لك لها مجموعه من، خليك انا دلوقتي بتكلم على الكلاس، لها مجموعه من الاتريبيوتس اور بروبرتيز. خدت بالك؟ شوف، خد لبالك، خلي بالك. الحقيقه يمكن يعني يمكن السلايدز دي يمكن بتتناقش او بتتكلم عن سي بلس بلس غالبا، يعني قلت لك الراجل يعني اللي احنا واخدين منه دوت يعني بيتكلم على السي بلس بلس. الراجل ده كتاب بتاعه يعني بيندرج تحت، يعني اصل السي بلس بلس الايفنتس فيها ضعيفه شويه. المهم هو بيسميها عنده، هو بيسميها سيت اوف ها اتريبيوتس. اتريبيوتس اللي هي بروبرتيز زي ما قلت لك احنا قلناها قبل كده، ذات ديسكرايبس افري اوبجكت، بتوصف الهدف، زي اللون، زي الخلفيه، زي مش عارف ايه، زي الفونت، زي مش حاجات كتير قوي. طيب في حاجه تاني، سيت اوف بيهيفير اور اكشنز. ركز معايا هنا، الراجل ضم حاجتين مع بعض، الفاعل والمفعول. قلت لك ده حاجات دي، اللي هو الكلام اللي متقال ده كلام قديم شويه، كلام قديم شويه، هو بيتكلم على اكشنز. انما انا قلت لك قبل كده ها ان في حاجات بتتعمل على الحاجه او على الاوبجكت او على الكلاس، وفي حاجات الكلاس هي اللي بتعملها.
هو جمعهم في بعض اسمها actions او سماهم behavior، انما هما اصلا حاجتين. لما يكون الحاجة دي هي الفاعل يبقى اسمها method، انما لو الحاجة مفعول به او مفعول عليه يبقى اسمها events. اوكي كويس جدا. طيب الـ object has a set of data، خلي بالكم هو هنا بيتكلم على، شفت شايف نفس الكلام اللي هو بيقوله، ان هو بيتكلم على ها هنا شايف set of data or of its attributes. خلي بالكم الداتا بتدي قيم للاتريبيوتس اللي هنا، لان ده نسخه من ده، خلي بالكم ده نسخه من ده. وكمان set of actions شبه ده بالظبط، في تشابه طبعا زي ما قلت لك، ده يعتبر زي ما قلت لك ده الانسان وده احمد ومحمد وحسين، اكيد طبعا الانسان ليه نفس الايدين ليه نفس كذا كذا، الفرق الوحيد في الفاليوز. ولها حاجه اسمها ايدنتيتي زي ما قلت لك، اللي هو التعريف بتاعها ان ايدنتيتي، يعني حاجه مستقله بيها. زي ما قلت لك ما ينفعش تسمي احمد يعني اسم ايدنتيكال، ما ينفعش يبقى في اتنين اسمهم احمد مثلا او ليهم نفس مثلا رقم قومي او حاجه زي كده. تمام اوكي، اكيد في حاجه مختلفه، ده اللي هو دي اللي هي الحاجات بتاعه الاوبجكت. ماشي، خلي بالكم الايدنتيتي بعض الكتب عاملاها انها من ضمن الاتريبيوتس، فعلا كده من بعض الفاليوز بتاعت الاتريبيوت، خاصه في حاله الداتابيز. لو انا عندي اوبجكت داتابيز ولا حاجه، فعلا هيبقى الايدنتيتي خصيصه من خصائص الاوبجكت. هو هنا فاصلهم زي ما قلت لك، معتبر الايدنتيتي من ضمن منفصل عن الاتريبيوتس. ريل وورلد اكزامبلز اوف اوبجكتس، انا يمكن اديت لكم امثله يعني مثال ليها. زي ما قلت لك الاتريبيوتس شايف اللون الطيب الموديل السلندر، هنا بنتكلم عن العربيات. البيهيفير شفت شايف 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 ستارت العربيه هي اللي بتقوم، اكسلريت ريفرس ستوب، مش كده؟ خلي بالك هو هنا كل اللي جابهم دول كلهم ميثودز. طب تيجي تشوف لو العربيه اتعمل عليها كراش او حد خبطها، هو هنا مساوي ما بين المسام البيهيفير او عامل الميثودز والايفنتس زي بعض، مفيش مشكله خالص. انما زي ما قلت لك لما نخش في لغات الفيجوال، لغات الفيجوال يعني لو انت بتبرمج لغه فيجوال زي فيجوال سي بلس بلس، فيجوال سي شارب، فيجوال بيزك، الحاجات دي كلها هيبقى المفهوم فيها لازم تفصل في البيهيفير. مش زي ما قلت لك هنا شايف ده اوبجكت وده اوبجكت، هم الاثنين عربيات شايف ليهم نفس ليهم نفس اللي كان طالع من هنا، الكلاس اللي اسمه فورد كار او اسمه عربيه مثلا بصفه عامه. شايف طبعا الفرق في الفاليوز او فرق في قيمه الاتريبيوتس، تلاحظ ان البيهيفير مش مختلف كتير، بالعكس ده هو اساسا مش مختلف خالص. ماشي اوكي كده انت عرفت يعني ايه كلمه كلاس يعني ايه كلمه اوبجكت. برضو ده مثال تاني، الحته اللي احنا قلناها كلمه بيرسون او كلمه انسان اللي احنا قلناه احمد ومحمد وحسين، نفس المثال هو مش كده؟ شايف behavior speak هو اللي عمله، ده method، listen هو اللي سمع، هو اللي كل، هو اللي run walk. طب تيجي شوف لو كان اتضرب او حد ضربه يعني او حد نده عليه، ده هنا مش موجود. يبقى قلت لك ده هو هنا جايب methods، انما تعرف ان في حاجه اسمها events، events بتحصل عليه، بتحصل على الاوبجكت، هو اللي جايب ان هو methods. طيب خلاص كده انت عرفت القصه بتاعتنا. A class is a set of variables or represent its attributes and functions to describe the behavior. شو ازاي that act on its variables. شفت ده هو هنا هو بيتكلم على مين، هنا بيتكلم على الايفنتس. خلي بالكم برضه انا قلت لك الكلام اللي انا قلت لك ادق شويه، يبقى انت عندك الفانكشنز دي تنقسم الى ايفنتس وميثودز، افعال او اكشنز. اذا الافعال تمت بواسطه الكلاس اصبح اسمها ميثود، كلاس او اوبجكت طبعا، انما الفعل اذا تم على الكلاس او على الاوبجكت اصبح اسمها ايفنت. اوكي طبعا هنا للاسف هو الراجل بيدي لك ان هو مثال، طبعا معلش اذا كنا بنتكلم بلغه سي ولا بتاع يعني مش فارقه كتير خالص. يعني هنا الراجل بيقول لك السندر نيم، هنا بيقول لك نوع سترينج، ريسيفر ده هو مثال. طبعا احنا كل واحد اتكلم عن لغه البرمجه بتاعته، احنا طبعا هشتغل بالسي شارب، بس زي ما قلت لك مفيش ما يمنع ان احنا ايه يعني نشوف باقي اللغات بتتكلم ازاي. يعني هنا طبعا ده مثال، طبعا دي خاصيه اهو، ريسيفر نيم سترينج،
نوع بتاع برضه حاجه اسمها كوست بير باوند، ده نوع انتجر، والويت انتجر، الشيبنج كوست اندر سكور كوست ده انتجر. لاحظ ان هنا عندنا حاجه مهمه جدا، كل دول بروبرتيز، انما شايف هنا في عندنا قوسين، قوسين ده معناه ان دي ها ايوه فانكشن وبتعمل ريتيرن لمين، تعمل ريتيرن النوع انتجر، تعمل ريتيرن انتجر. طيب لو انا قلت خلي بالكم برضو، خلي بالك يعني انا احنا هنا بنتكلم على الجزئيه بتاعت هل دي فانكشن ولا يعني قصدي فانكشن ولا هي فاريبل، كده انت عرفت القصه بتتعمل ازاي. لو انت خدت بقى كده انت عرفت الفانكشن، كده هنا الوقت هتبتدي تشوف تفاصيل الفانكشن هتعمل ايه. هو هيرجع حاصل ضرب الكوست بير باوند تايمز الويت، هو هيعمل كده. خلي بالكم دول كلهم تعريفات، انما ده تفصيل الفانكشن هتعمل ايه، مش كده؟ تفصيل الفانكشن هتعمل ايه. طب كويس جدا، كده انت عرفت الفرق ما بين دول وبين دي، ماشي. طبعا زي ما قلت لك الاوبجكت از ان انستنس، نسخه اوف ا كلاس ذات هولدز داتا فاليوز. طبعا دي اللي هي فاليوز لايه، ها للبروبرتيز. ان اتس فاريبلز، ماشي اوكي. داتا كان بي اكسست باي اتس فانكشن، مش كده؟ يعني اقدر انا عن طريق الفانكشنز بقى او الايفنت او الميثودز اقدر اعمل عمليه معالجه، او اقدر ان انا اغير في قيم الفاليوز. ما زلنا في الكلاس اللي اسمها شيب بوكس. هنا دلوقتي الراجل بيحكي معاك كلاس اللي اسمها شيبينج بوكس. هنا هو بيقول لك هيطلع منها اوبجكت، شايف سندر يساوي كذا. هنا حط قيمه للسندر نيم، شايف هناك كان متعرف ان هو سترينج على فكره، لو خدت بالك اهو ادي سترينج، شايف دول كان معروف ان سترينج، وده هيبقى انتجر. لو انت بصيت هيمرر لهم بقى فاليوز، شفت ازاي؟ تمام كده، حلو جدا. هنا نفس القصه، اوبجكت واوبجكت، هم كلهم طالعين منين؟ من كلاس شيبينج بوكس، ده كلاس، مش كده؟ طيب هنخش على الحاجه اللي بعد كده. وات از او او بي؟ بارادايم فور بروبلم سولفينج باي ها انتر اكشن امونج اوبجكتس. يبقى هو عباره عن ايه؟ هاي يعني اطار عمل لايه بقى؟ لحل المشاكل او حل اي مشكله. ازاي هيحلها؟ بتفاعل، التفاعل بيحصل ما بين الاوبجكتس عن طريق ان هو يعمل تفاعل ما بين الاوبجكتس. طبعا الاوبجكت دي هتبقى تمثل اطراف المشكله او اطراف الحل اللي انت عاوز تعمله. It follows a natural way of solving problems، بتتبع الطريقه الطبيعيه في حل المشاكل. الحاجه زي ما قلت لك example مثلا Anne wants to start her car، عاوزة تشغل عربيتها. واحد Anne walks to her car، هنا بيجزأ المشكلة على فكرة، ودي اسمها system analysis. اتنين Anne send a message to the car to start by turning on the ignition. three the car starts، شفت ازاي؟ هنا هو بيحل المشكلة، بيجزأها. ولو انت خدت بالك المشكلة دي اللي هي اللي فاتت دي فيها تفاعل ما بين objects، Anne object طبعا، مش كده؟ وفي الان اوبجكت والكار اوبجكت. طب وايه كمان؟ في شويه ميثودز وايفنتس او حاجه اسمها فانكشنز زي ووك وسند، مش كده؟ طب والعربيه بتعمل ايه؟ ستارت، شفت ازاي؟ دي كلها عباره عن افعال. مثال مهم جدا جدا جدا، انا هعتبر ان ان هي الاوبجكت، مش كده؟ ان هي الاوبجكت، اذا ان هتعمل ايه؟ هتعمل ووك، هتعمل سند. طب لو انا بدرس الكار اتعمل او يعني اسف يعني حد مثلا ركب جواه، يبقى ده اكيد ايه؟ ايفنت. طيب بروبلم سولفينج ان او بي زي ما قلت لك هنكمل. بروبلم ان هو عاوز يحللها، ان وونت تو ستارت ا كار، شايف؟ شفت بقى اهو اوبجكت نيم، يبقى الان اوبجكت والعربيه كمان هي تاني اوبجكت، بيحصل بينهم تفاعل، شايف مسج، تمام. التفاعل ده بيتم زي ما قلت لك في فاعل ومفعول. اي فعل يا جماعه؟ في فاعل ومفعول. يبقى انت عندك فعل وفاعل ومفعول به مثلا. بالظبط، هو فعلا كده، فاعل اللي هو المسج، فاعل مفعول به او مفعول عليه،
ماشي. الحاجه التانيه او او بي كونسبتس، دي حته مهمه جدا جدا، اساسيات الاو او بي اوبجكت اورينتد بروجرامنج. اول حاجه حاجه اسمها الابستراكشن، اسمها بالعربي الاختصار بس هي معناها مش كده خالص. Extracting essential properties and behavior of an entity. راح ركز معايا. Extracting يستخلص، يستنبط ايه بقى؟ properties والbehavior بتاع اي entity. طبعا في حالتنا احنا هتبقى class، او لو انت هتدرس الobject يبقى هتبقى ايه؟ تبقى object، تمام؟ وزي ما قلت لك البيهيفير يشمل ها properties وميثود اسف methods وايه كمان وevents. Class represents such an abstraction and is commonly referred to as an abstract data type. هو بيعتبر ان الكلاس ان هي بتمثل اختصار طبقا لمفهوم الفئات طبعا بتاع اي داتا تايب موجوده في الحياه. اوكي كويس جدا، ركز معايا في كلمه abstract data type. بس طبعا هي الكلاس مش داتا بس زي ما احنا قلنا قبل كده، بس هو بيعتبر يعني بناء على لو انا هتكلم على داتا إذن هي abstract اختصار. تمام. example in an application that computes the shipping cost of a box we extract its properties. شوف ازاي هو هيعمل extract the properties، ايه هي cost per pound على فكره ده وقت كان المثال اللي فات، والweight and its behavior اللي هو shipping cost اللي هو كان function لو انتوا فاكرين. كويس جدا كده انت عرفت ان الابلكيشن هيعمل ايه، الابلكيشن ده كان هيعمل عمليه اكستراكشن للبروبرتيز وكمان الفانكشنز اللي كانت فيه. الشيبنج بوكس زي ما انت شايف ها الابستراكشن بتاعه هيطلع اتريبيوتس وبيهيفير ومنها يطلع الكلاس. شفت ازاي؟ يبقى انت هو عرفت القصه بتتكلم ازاي. يبقى اول حاجه الشيبنج بوكس دي اللي هي ديت اللي هي المشكله، بنعمل عمليه ابستراكشن بنحط لها الاتريبيوتس والبيهيفير وبعدين ده كله يترجم الى صوره كلاس. بالمناسبه الكلاس هتطلع منها في الاخر خالص ايه؟ اوبجكتس، والاوبجكت يتفرع الى ايه؟ ها صح كده اتريبيوتس او بيهيفير. الانكابسوليشن يعني ايه؟ حد عارف كلمه كبسوله؟ اه فعلا هي دي الكلمه دي جايه منها. انكابسوليت يضع الشيء في كبسوله داخليا، اسمها ايه؟ انكابسوليشن. طيب هو انت عشان تبقى عارف يعني ايه كلمه انكابسوليشن انا كده وضحتها لك بطريقه سهله جدا. ميكانيزم باي ويتش كومباين داتا اند فانكشنز ذات ها مانيبيوليت ذا داتا انتو وان يونت. شوف بيجمع مين؟ بيجمع الفانكشنز، بيجمع مين؟ الداتا والفانكشنز. يعني هو بيجمع الفاليوز مع الفانكشنز اللي احنا قلنا عليهم قبل كده، هو الاتريبيوتس والبيهيفير، بيجمعهم في حاجه واحده، بيجمعهم ده مفهوم كلمة encapsulation، يحطهم كلهم في كبسولة واحدة. Object and classes enforce encapsulation. شوف ازاي؟ طبعا لازم يمنع، لازم يعمل كده عشان ما تحصلش لخبطة في الابلكيشن بتاعي، عشان ما تحصلش لخبطة في الابلكيشن بتاعي. اوكي يعني انت ما ينفعش تعمل encapsulation على مزاجك، لازم تكون زي ما قلت لك يعني ما تجيبش properties من بره الكلاس جوه الاوبجكت، ما ينفعش طبعا زي ما قلت لك. هو الصراحه انت يعني خلينا نقول الاساس بتاعنا هو الكلاس. وزي ما يمكن قدام شويه هنعرف ان في عندي مبدا تاني الحقيقه مرتبط شويه الحقيقه بحته الانكابسوليشن، الحقيقه احنا مش عايزين نخوض فيها دلوقتي لما في حاجه اسمها انهيرتنس وهنتكلم عليه بالتفصيل. هو اللي جاي انهيرتنس. الانهيرتنس كلمه هيرتج معناها ميراث، انهيرت واحد بيرثه داخليا، ارث داخلي. كرييت نيو كلاس ديرايفد كلاسز يعني كلاس مشتق فروم اكزيستنج كلاس بيس كلاس. شفت ازاي؟ حد فاكر لما كنت بتكلم عن موضوع ان كلاس والاوبجكت ده موضوع نسبي؟ صح كده. شفت ازاي ممكن حاجه تكون دلوقتي كلاس قدام شويه تتحول لاوبجكت؟ طب هو متضايق شويه من كلمه اوبجكت بيتخض منها، فهنخليها له ايه؟ حاجه اسمها بيس كلاس وحاجه اسمها درايفد كلاس. شفت ازاي؟ عاوز تعتبر الدرايفد كلاس اوبجكت من دي؟ ممكن بس الصراحه هي الحقيقه مش بنتها بالظبط، هي مشتقه منها بس معها حاجه تاني يعني مش فولي مش كل معايا. طيب
تعال نشوف المبدأ بتاعنا. احنا هنتكلم على الدرايفد كلاس انهيرتس ذا فاريبلز اند فانكشنز اوف ذا بيس كلاس. شفت ازاي؟ اند ادز اديش. شفت ادز. يبقى هنا مش اوبجكت. الاوبجكت لازم يبقى ايدنتيكال او يعني في نفس كل حاجه، انما ده هيزود. لما هزود ده بقى اسمها درايفد كلاس. اتفقنا. Provides the ability to reuse existing code. طبعا ده كلام ده قديم احنا عارفينه، الكلام ده احنا عارفينه. يبقى احنا عرفنا التوريث او 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 توريث الداخلي عرفناه ايه هو. زي ما قلت لك بنك اكاونت، تشيكينج اكاونت، سيفينج اكاونت. احنا هنا بنتكلم على الانتيتيز بتاعته. ده اللي هو بنك اكاونت مش كده، وده اللي تشيكينج اكاونت، وده اللي هو ايه سيفينج اكاونت. شايف فيهم شبه من بعض؟ ده في شبه، يعني ده الاساس. ده راح واخد جزء من ده. شايف اهو كاستمر نيم، اه شايفه بالظبط. انما هو زود حاجات هنا. طب وده نفس القصه بس في شويه خلافات. شايف كده؟ انت عرفت امثله للقصه بتاعه الانهرتنس. هنا هو انا بشرح اللي فات. شايف؟ لو انت عاوز تفصل المشكله يبقى الاساس كان هو البنك اكاونت، اللي هو ده. هو البنك اكاونت هو ده الاساس. وبعدين لما زودنا عليه حاجات معينه بقى ايه؟ اصبح تشيكينج اكاونت. زودنا عليه حاجات مختلفه تاني بقى اسمها سيفينج اكاونت. ماشي، واضحه جدا. طبعا ده مش اوبجكتس، دول كلاس، بيس كلاس ودرايفد كلاس. اوكي، البيس كلاس هي البنك اكاونت، والدرايفد كلاسز هي هم مين؟ التشيكينج اكاونت والسيفينج اكاونت. عاوزين نشوف مزايا وعيوب الاو او بي، اوبجكت اورينتد بروجرامينج. Initial extra effort needed in accurately modeling the classes and subclasses for problem. ده ديت اللي هي العيوب. خلي بالك احنا بنتكلم على المزايا وعلى العيوب. هو احنا دلوقتي هنتكلم عن العيوب. المزايا احنا شفناها قبل كده الصراحه كتير جدا، reusability والسرعه وحاجات كتير جدا الحقيقه. طيب العيوب، لازم تجيب واحد دقيق جدا 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 يفهم المشكله ويقسمها الى مجموعه، يعني يقسم القصه الى 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 classes، والكلاسز يطلع منها ها اوبجكتس. لازم يكون واحد فاهم كويس جدا 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 السيستم ده. طبعا بيحتاج مجهود. الحاجه الثانيه، سايتد فور موديلنج سيرتن ريال وورلد بروبلمز از اوبوزد تو سام اذرز. النقطه دي الحقيقه مهمه جدا جدا جدا. لازم انك انت تحاول انك انت بقدر الامكان تضع ها تضع موديل الموديل بتاع ريال وورلد او مشاكل الحياه العمليه، تحطها في صوره ها في صوره مشاكل اخرى سبق حلها، عشان خاطر تقدر انك انت تطبق او بي، عشان تقدر تعمل عمليه انهيرتنس. يعني فرضنا جات لك مشكله مشابهه، مش معقول هتعيد الخطوات من الاول. من المؤكد انك انت ها هتشوف المشكله اللي فاتت حلت ازاي، مش كده؟ والا هيبقى مفيش اي فايده من او بي، هيفقد المهمه بتاعته. خلي بالكم ان دي من ضمن احد العيوب. زي ما قلت لك برضو، محتاج مشاكل محددة في الحياة انك تقدر تقارن بيها. انا قلت لك الاتنين دول بيعتمدوا على الكفاءة. الحاجات دي الحقيقة ما تعتبرش قوي ديس ادفانتج في الوقت الحالي. خلاص كله اصبح او بي اصلا. ده في حاجة تاني خالص. انا زي ما قلت لك دلوقتي بتكلم على اوبجكت اورينتد، دلوقتي بقى في كومبوننت اورينتد، بقى في سيرفيس اورينتد. خلي بالكم. انما خلينا نقول يعني يمكن الموبايل ابلكيشن او الحاجات دي هي الحقيقة اللي غيرت المفاهيم. طيب الكونكلوجن، كلاسز اند اوبجكتس كان احنا فهمناهم ايه هما. كونسبتس ان او او بي عرفناهم اللي هما مين، كان الابستراكشن والانكابسوليشن والانهيرتنس. وعرفنا الادفانتجز والديس ادفانتجز. ان شاء الله في المره الجايه هنتكلم على النكست كلاس، يعني هنتكلم عن حته البوليمورفيزم وباقي الحاجات بتاعه الاوبجكت اورينتد. اشكركم جدا. النهارده كانت مقدمه سريعه عن الأوبجكت أورينتد بروجرامينج. كان معكم دكتور أحمد سراب الحميد، هندسة المطرية، جامعة حلوان. شكرا جدا.